صوتنا صوتنا بالإجماع العالمي هنا حوالين 63 صوت. إذن عدد الحاضرة 63، الناخبون المصوتون 63. إذن بالإجماع. الفائزة فاطمة الحسن. السيد محترم الكاتب العام لولايه جهه طنجه تكوان الحسيمه، السيدات والساده عضوات واعضاء مجلس جهه طنجه تكوان الحسيمه، السيدات والساده ممثلي وسائل الاعلام، ايها الحضور الكريم، يطيب لي في هذه المناسبه ان اعبر لكم عن شكري الجزيل وعن امتناني للثقه الغاليه التي وضعتموها في شخصي المتواضع. ولا اخفيكم سرا انني استشعر اللحظه جسامه هذه الثقه وثقل المسؤوليه التي اصبحت تطوقني منذ اليوم، وذلك لما يقترن بها من امانه يجب أن نكون في حجمها وما يتعلق بها من انتظارات يجب أن نتجاوب معها. يسعدني باسمكم جميعا أن أتوجه بخالص الشكر إلى السيد والي جهة طنجة تكوان الحسيمة على مرافقته وحضور أشغال هذه الجلسة المتعلقة بانتخاب مكتب مجلس الجهة. ويسعدني أيضا أن أتوجه بخالص التقدير إلى السيدات والسادة عضوات وأعضاء مجلس جهة طنجة تكوان الحسيمة على ثقتهم التي حظيت بها اليوم، وذلك لاستكمال ما تبقى من زمن الولاية الانتخابية لمجلسنا، آمنين أن نوفق جميعا في تجديد الجهوية لمفهومها التنموي الذي طالما أكد عليه جلالة الملك نصره الله وإياه. أولا إشارة قوية، أنا كنعتبرها إشارة قوية وإشارة إيجابية جدا من قبل فرق ديال المجلس، يعني هذا الإجماع هو في حد ذاته يعني بقدر ما هو كيعطيك فرصه وكيعطيك يعني كيبين لك باننا ان شاء الله باذن الله ان الاجواء تكون مريحه جدا للاشتغال، ولكن يعني ان شاء الله كاينه مجسمه المسؤوليه، لان ماشي بالسهل رئاسه جهه وجهه قويه بحال جهه طنجه تطوان الحسيمه، ماشي بالسهل، ولكن ان شاء الله سيكون متغلب عليها مادام بالفرق كل عاد نشتغلوا يدا واحده ان شاء الله لما فيها خير والسكينه ديال الجهات ان شاء الله.